الملة ذي ما عمري ما شفتها. بلدان قاع العربية قاعد تستهلك الخمر. تونس. بلا مونيز. تونس ما تحكيش. في تونس يعني ما تستغرب. أبزيري. شكون أكثر البلدان العربية استهلاك الخمور؟ بالنسبة لي أنا تونس بالطبيعة. تونس هي رقم واحد في العالم. والجواب صحيح. تونس. تونس. تليها الجزائر. الجزائر. خاوة خاوة. خاوة خاوة أي بالطبيعة. بعدها المغرب. بعدها المغرب زيدة. في المرتبة الثالثة، الرابعة لبنان، والخامسة الإمارات. يعني تونس في المرتبة الأولى، أنا جبتها صحيحة. مشيت أنا لبرا وشفت. وشفت لهنا. بالله أخوي الملة ذي ما عمري ما شفتها. بالله كيف نحكي لك هوني صايم الملة هذه فعندك الزرعي وعندك السقوي. الله الله. قسما بالله. كل لون يا كريمة. عندك الزرعي وعندك السقوي وأنت على كل لون يا كريم. فما عباد خويا سبيسيفيك سقوي، فما عباد سبيسيفيك زرعي. فسر لنا. يا أخي باش نقول لك أنا السقوي الشراب والزرع. والزرع خويا الزتلة والمارخوانا وانتي اكسيتيرا اكسيتيرا. بلدان قاع العربية قاعد تستهلك الخمر. كلها. كلها. كل ما غير حتى إليميناسيون. بالك السعودية برك. السعودية كهو. بس السعودية. باهي نعملوا بالترتيب، ترى رتب لي المرتبة الأولى، المرتبة الثانية، المرتبة الثالثة. بلدان السياحية هي الأولى. لازم نعطيك مثال، تونس هي الأولى. تونس حسب رأيي. قول لك مالوغوزمون الإجابة صحيحة. أما طلع المرتبة الثانية شكون؟ المرتبة الثانية المغرب. لا. المغرب كونسوم بلاد سياحي. لا قول لك. شكون؟ الجزائر. صح كونسوم احنا عندنا كونسوماسيون تاع الخمر. أنا خاطيني مانيش تاع خمر. بصح أنا على حسابي المغرب. المغرب كونسوم بلاد سياحي. صح. اسمع لي البلدان العربية هذه بلدان مسلمة وأكثر البلدان استهلاك الخمور، شنو يجي لبالك؟ يجي في بالي خلينا على الطوبة تاعنا هذه حاجة ما مشي تاعنا تاع الكفار. أي شوفوا في عباد قاعد تستهلك في أيامات معناتها مقدسة كما نهار الجمعة بعد العيد حتى عشورة. أثناء العيد في عاشوراء. سي مالوريزمون الله غالب دوك اللي يخاف ربي ما يدناش هذه الحاجة واللي أنا بور موا أنا بور موا ما شو الواحد راه غلط تطلع لينا. تونس بلا مونيز. تونس ما تحكيش من غير ما خمم. من غير ما تخمم هما يجوك، من غير ما تبيع لهم يجوك يقول لك اشري اعطيني بيع لي. وانت صارت لك هذه؟ لا ايه. اما حسب ما نشوف مش الكل اما مكثريتهم هكاك. نعطيك الترتيب الصحيح، في المرتبة الأولى تجي تونس والإجابة صحيحة، المرتبة الثانية طلع شكون؟ المرتبة الثانية برا نقولوا ليبيا. قربت شوي. مروك. مصر. لا الشقيقة. زاير 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 زاير. خاوة خاوة. اي فوالا. ممكن تونس. مش ممكن سختين. لا لا امبوسيبل. في المرتبة الثانية تجي الجزائر، في المرتبة الثالثة تجي المغرب، في المرتبة الرابعة تجي لبنان، وفي المرتبة الخامسة تجي الامارات. وي وي ما بصراحة في تونس يعني ما تستغربش فهمت، لانه نشوف انا ندخل لسوبر ماركت الموجودين لهنا يعني تلقى نهار الجمعة حتى خاصة توا الصيف فهمت، توا الناس الكل موجودين حتى التوانسة اللي يعيشوا برا فهمت، وكهو كل واحد حر يعني كل واحد حر، اللي يحب يشرب اللي يحب يصلي اللي يحب ويار فريدوم. السعودية. على قلت لي السعودية باسكو جو اونتوندي كو لي ا دي فرانشمون لي ا لي ا بوكو دي سواري لابا. Beaucoup de soirées et beaucoup de gens qui. Moi, je pense comme ça. L'Ijaba Ghalta. C'est quoi l'Ijaba Sahiha? Tunis. Ah ouais? Martba Thénia Talashkoun. Hein? Talashkoun Martba Thénia. Non, Mziri. A la belle. Mzirin. Ouais. Martba Thénia. Non, mon cher bouche. والله الاحصائيات تقول لي والله احنا نورمالمون ما نشربوش بزاف نو احنا الجزائريه. انت مثلا تستهلك خمور؟ نو جم نو جبت معايا جوج قرع بصح ما نشربش جوج سي نشرب با بوكو با بوكو با بوكو با بوكو.